دايما بيحبوا مهندس ودكتور، يمكن جيلنا احنا كمان اللي هو الثمانينات والتسعينات، دايما ابنك لازم يبقى مهندس او دكتور عشان الموضوع يطلع صح. والله يبقى الفينات كمان. فاللي حصل ان كريم اخويا دكتور يعني، بس انا الاول انا كبير، فانا لما جيت خلصت ثانويه عامه فاهلي كانوا عايزيني اخش كليه هندسه، واحنا برضو للاسف المناهج ايامينا كانت ما تبينلكش قوي انت عايز ايه. فانا قلت خلاص انا شاطر في الماث والرياضه والكلام ده، اروح ابقى يعني هخش كليه هندسه. ما حبيتهاش بعد اول اسبوع. قعدت فيها قد ايه هندسه؟ قعدت فيها ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين. ما حبيتهاش بعد ثلاث سنين؟ من اول اسبوع. بس كملتي ثلاث سنين ليه؟ كان بقى ضغط، هم كانوا شايفين ده مصلحتي. دبلرت بقى في اعدادي اكيد. لا نجحت اعدادي. واولى وثانيه؟ لا اولى ما نجحتش خالص. حتى قلت لامي بعد كده يعني ان انا مش عايز اكمل. قالت لي ما انت نجحت في اعدادي. قلت انا مش طايق ابقى مهندس، مش في ناس تحب تبقى مهندسين، انا ما احبش اكون. فجيت قالوا لي لا ومش عارف ايه وبتاع، فقمت هربت امريكا. كلمت قلت لابويا، كان والدي ووالدتي انفصلوا بقى ساعتها. فكلمت ابويا وقلت له انا عايز اسافر اتفسح شويه في اجازه نص سنه فابويا ظريف جدا في الحاجات دي يعني، كان يحب يبسطنا فاداني فاكر 1000 دولار ساعتها، كانت 3500 حاجه كده، وحولتهم دولارات ودافع جايب تذكره طيران. وقمت ايه والله العظيم يا دكتور ما كنت اعرف حد هناك، شنطه على ظهري ومش قايل لاهلي ان انا مش راجع تاني، قايل لهم ان انا مش هسافر اتفسح شويه. انت خلاص نويت؟ نزلت هتهاجر يعني؟ والله واشتغلت هناك، ما اشتغلت، دي غيرت شخصيتي كتير جدا، خلت لي ابص للناس اللي انا شغالين معايا يعني، ما احبش اقول عندي دي شغالين معاك في البيت او في نظره تانية خالص. ان انا سافرت مفيش بقى ابوك، مفيش امك، مفيش اي حاجه. رحت فين؟ سافرت فين؟ رحت نزلت الاول نيويورك، انا ما كنتش اعرف حد خالص. في واحد صاحبي بس اللي قلت له ان انا مسافر ومش راجع، اسمه عمر علام. فعمر حط لي في الشنطه رقم تليفون واحد مصري هناك عشان لو قلت له انا مشكله تكلمه في التليفون. اول ما نزلت حصل لي مشكله ان الطيران اتاخر، كان طيران روماني وبتاع والدنيا باظت. فنزلت في جي اف كي في نيويورك، كنت عيل لسه عندي 19 سنه او حاجه، فمش عارف اعمل ايه وبتاع. فقمت مكلم الراجل، كانت الساعه 4 الصبح، فقام الراجل رد عليا قال لي انت فين؟ قلت له انا في نيويورك. قال لي طيب معاك فلوس؟ قلت له قال لي طيب اركب تاكسي وتعالي نيوجيرسي. رحت نيوجيرسي. قريبه من نيويورك نيوجيرسي؟ ايه؟ قريبه يعني ساعه الا ربع. كان انا فاكر التاكسي كان ب 100 دولار تقريبا، 120 دولار. ورحت ركبت ورحت لحد هناك، قال لي بص انت حظك حلو، انا كان شغال معايا واحد روسي ماشي، وانت هتشتغل معايا في محل الفاكهه والخضار بتاعي ده، ايه مش فاكر كام بكام في الاسبوع. قلت حلو، ده تطلع الفاكهه تغسلها وتحطها وتقف لمامتك انك انت خلاص مش راجع، محدش يعرف حاجه اصلا، ولا كريم اخوك ولا عشان هيمسك فيك ولا باباك، لا محدش، كله فاكرني شويه ويعني وهرجع. فروحت هناك بدات اشتغل في المحل ده، طلعت الشغلانه هو راجل كتر خيره يعني، كان فاكر اسمه استاذ مصطفى عبد الحميد، قعدني في بيته في اول اسبوع واسبوعين كمان وشغلني. بقيت يعني انا كنت فاكر شغلانه سهله، بقيت بمسح بقى الارض وامسح الحمامات واحمل التركات اللي جايه من نيويورك بالبضاعه. فبقى ظهري ما بعرفش انام منه، باخد ادفل، حاجه اسمها ادفل عشان اعرف انام، بنام اصلا 2 و4 على البلاط اللي هو اليومين بتوع تحميل التركات، بنام في درجه حراره 22 تحت الصفر. حسيت ان في حياه تانية خالص انت لازم تفهمها، او ده درس من ربنا، ان انت اهو من غير ابوك انت كنت شايف ان كنت متدلع، شايف ان الاكل والشرب ده بند اساسي. اديك شفت اهو بقى لما رحت. لا بقى اوبشنال، انت لو ما اشتغلتش مش هتاكل، مش هتشرب. فبداوا يكلموني لما عرفوا بقى، قلت لابويا وكده، قال لي طب انت عايز ايه وبتاع، بس ده بعد شهور يعني. قلت له مش عايز كليه وعايز ارجع، انا خلاص فهمت يعني اللي انتوا كنتوا بتعملوه عشاني وفاهم. قعدت قد ايه في امريكا بقى؟ قعدت شهور، ما كملتش سنه يعني. يا ده انت قعدت فتره. قعدت شويه يعني، ضاعت السنه الدراسيه كلها، وبعدين قمت راجع. فعرفت ان انا ليا سياسه واقتصاد ودي كلها. انت كمان كسرت الفيزا تلاقيك؟ لا هي كانت الاقامه بيدوها 6 شهور. 6 شهور كانوا بيدوها 6 شهور، انا تقريبا ما كملتهمش او حاجه بسيطه يعني. وقمت راجع بقى ل يعني لابويا وكده وامي،